السيدات والسادة، السيدات والسادة، أسعد الله مساءكم. لا شك أن القصة القصيرة قطعت في السنوات الأخيرة مسافة طويلة اكتسبت خلالها ملامح مختلفة وقسمات جديدة تفرض على القارئ آلية مختلفة في الاستقبال. فلم تعد آليات التلقي التقليدية وحدها كافية لاستقبال نصوص القاصين الذين قبضوا على جمرة القص في زمن أطلق عليه قصرا زمن الرعاية. هؤلاء القاصين عكفوا على مشروعاتهم القصصية وواصلوا سعيهم الدؤوب نحوها، لأنهم في المقام الأول هم أبناء قصة قصيرة. وربما لا أكون مبالغاً إن كانوا يكتبون الرواية بمزاج قصصي، إذ يمكنك أن تتعامل مع نصوصهم الروائية بمنطق قصصي، فلم يعد هناك البطل بقسماته التقليدية وملامحه المحفوظية التقليدية، مع احترامنا طبعاً وتقديرنا للإنجاز العظيم المحفوظ، لكن اختلف البطل. وكما قال الحافظ عبد الله، لم يعد البطل لدينا له رأس وقدمين، إنما هو بطل جديد مختلف كل الاختلاف عن البطل التقليدي وعن الشكل التقليدي. لا أطيل على حضراتكم، نحن اليوم بإزاء مجموعة قصصية لواحد من أبناء جيل الثمانينيات في القصة القصيرة وفي السرد عموما. هذا الجيل الذي بدأ مشروعه مرتكزا على تخييل العالم عبر بناءات لغوية في المقام الأول، فاللغة لاعب أساسي فيما كتبه جيل الثمانينيات من بين أعضائه الدكتور حاتم رضوان. فهو ينتمي إلى جيل أزعم أن التاريخ سوف يؤصل فيما بعد، إن لم يكن هناك بالفعل بدايات مثلما تفعل الدكتورة زينب العسال ويفعل دكتور محمد سيد إسماعيل سيد شربيني. فهناك نقاد الحقيقة ملتفتين إلى ملامح وغصد ومعنيين بغصد قسمات هذا الجيل واستبيان موقعه من خابطة الأدب المصري. بدأ حاتم رضوان عالمه الإبداعي أو إصداراته باللعب تحت المطر، هي مجموعته القصصية الأولى الفائزة بجائزة شعار الصباح عام 92. ونحن اليوم في العام 2023 نناقش مثل رتينة كولوب قديمة. طبعاً بفكر كولوب، هل تتذكرون كولوب ولا محتاج أن أنا أشرح لحضراتكم؟ طبعاً عارفين رتينة كولوب؟ حد فيكم شاف الفكهاني وواقف بيغير رتينة كولوب؟ طب حد فيكم شاف رتينة كولوب وهي جاية في كيس الورق والرحيل بيشتريها من عند بتاع الولاعات وبتاع الكبريت بتوع الخردة في 2011 2012 كله شاف؟ لعلكم لاحظتم معي الفجوة الكبيرة بين فقه العنوانين. العنوان الأول الذي دشن به نفسه قاصا وهو اللعب تحت المطر، والعنوان الذي نحن بصدده اليوم مثل رتينة كولوب القديمة. أظن أيها السادة
أن المسافة بين العنوانين ربما تفسر ما قطعه حاتم غضوان وكيف بدأت رؤيته للكتابة وكيف نحن اليوم. أهلا وسهلا بحضراتكم، أرحب بكم واحدا واحدا، وأرحب عن يميني الدكتورة زينب العسال، من حسن الحظ أيضا أنها تنتمي فنيا إلى جيل الثمانينيات إبداعا ونقدا. دكتورة زينب العسال لها العديد من الإسهامات النقدية، ولعل كتابها على لطيفة الزيات من الكتب المؤسسة والكتب المهمة التي تفتح لنا عوالم الكتابة عند لطيفة الزيات. شغل الدكتورة زينب العسال العديد من المواقع المهمة في الحياة الثقافية المصرية، من بينها عضويتها لمجلس إدارة نادي القصة المصري، وعضوية تحرير مجلة قطر الندى، وأحد الذين أسهموا في تأسيسها مع الأستاذ العظيم محمد السيد عيد وفريق من الكتاب، إلى أن تولى الدكتورة زينب العسال أظن نائب رئيس التحرير، توقفنا عن نائب رئيس التحرير، ثم سلسلة كتاب قطر الندى. ولذلك فأنا أظن أن الرؤية سوف تكون مختلفة، لأن نحن أمامنا قدة تضع عينا على الطفل وعينا على الكتابة في توجهها إلى القارئ. الضيفة الثانية دكتورة نهلة رحيل، أحد الأسماء النقدية اللامعة بقوة في السنوات الأخيرة، والتي طرحت نفسها عبر العديد من الندوات لنكتشف ناقدة ننتظر منها ومعول عليها أن تجري المصالحة بين الأكاديمية وبين الشارع، بين المصطلح وبين الحياة في عفويتها وفي جيشانها. أبدأ معكم بالصديق العزيز دكتور حاتم غضوان.